خلال مؤتمر صحفي حضرته الطليعة الفضائية، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي البدء بتنظيم رواتب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. 1 من الشهر الثاني لعام 2023 البدء بإحالة المتقدمين من المعاقين إلى اللجان الطبية واللي عددهم 430,000. من اليوم ستبدأ اللجان الطبية وهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالعمل الدؤوب، وكما أطلقنا حملة البحث الاجتماعي الكبرى يوم 15/1 نطلق اليوم حملة اللجان الطبية لفحص المتقدمين من ذوي الإعاقة واللي يبلغ عددهم 430,000 لتكون إكمالا لحملة البحث الاجتماعي الكبرى. تم الإحالة وفق عدة معايير، أي ال 430,000 الذين تم تشخيصهم ستتحرك اللجان الطبية وفق عدة معايير، منها أسبقية التقديم. بالتأكيد من تقدم وسبق بالتقديم سيعرض على اللجان الطبية قبل غيره الذي تأخر في التقديم. شدة العوق، ستكون لشدة العوق تأثير في الإحالة اللجان الطبية، وأيضا الإعاقات المركبة ثلاثية وأكثر، تليها الإعاقات المزدوجة ثم الإعاقات الشديدة، المتوقع أن يكون درجة العجز فيها لا تقل عن 90%. هذه كلها اكتملت وستنطلق هذا اليوم.